واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق في محاولة من البعض لرفع أسعارها وكذلك جرائم بيع سلع منتهية الصلاحية. هذا وقد نجحت الحملات الأمنية في هذا الإطار في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التالية. نتابع. في إطار تصدي أجهزة وزارة الداخلية الحاسم للجرائم التموينية المتنوعة بخاصة جرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء، فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط أكثر من 86 طن دقيق وسكر ومكرونة وأرز وزيت طعام مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني بحوزة المسؤولين عن 3 مخازن لتجارة السلع الغذائية بالقاهرة والفيوم. وضبط قرابة 68 طن زيت طعام ومكرونة وأرز قام صاحب مخزن سلع غذائية بدون ترخيص بالجيزة بحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها وبيعها بأزيد من سعرها المتداول. ونجحت الإدارة في ضبط قرابة 24 طن مواد غذائية قام المسؤولان عن محل وشركة لتجارة السلع الغذائية بالقاهرة والشرقية بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة من وراء بيعها بأزيد من سعرها المتداول. وضبط قرابة 49 طن حديد وأسمنت مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بحوزة مسؤول مخزن لتجارة مواد البناء بالشرقية ومالك مخزن لتجارة مواد البناء بالقليوبية، قام بحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء. كما تم ضبط طنين أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بالبحيرة لبيعها بالسوق السوداء. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، تمكنت الإدارة من ضبط قرابة 33 طن أسماك وملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتمثل ضرراً على صحة المواطنين حال طرحها للبيع والتداول بالأسواق ب4 مصانع لتعبئة وإنتاج الأسماك بدون ترخيص بالغربية والشرقية، وضبط 24 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخللات بالشرقية، وضبط 30 طن ملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن معمل لمنتجات الألبان بالبحيرة. وتمكنت الإدارة من ضبط 24 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستهلاك الحيواني وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية خلال حملات شنتها الإدارة بالدقهلية والشرقية، وضبط قرابة 20 طن أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي وتؤثر على الثروة الزراعية حال طرحها للبيع وذلك بالفيوم والشرقية. وتتواصل الحملات الأمنية للتصدي لكافة الجرائم التموينية، ومعها يتواصل تحقيق النتائج الإيجابية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين والاقتصاد الوطني.